اليوم الداخلية تشارك الاحتفالات المقامة في نقابة الصحفيين العراقيين، لماذا لم يقر قانون حماية الصحفيين لحد هذا الوقت؟ يا حبذا تتحدث لنا ولو بشكل مختصر عن هذا الموضوع. يعني بالتأكيد هذا الموضوع متعلق بالجهات التشريعية، ولكن نحن كوزارة الداخلية وأيضا بصفة عضو في نقابة الصحفيين بالتأكيد احنا داعمين لأي إجراء من شأنه يقدم الرعاية والحماية للإخوة الإعلاميين، ولعل يعني اللجنة المشكلة بالأمر الديواني الخاصة بمنع الإفلات من العقاب بالنسبة للصحفيين واللي بها دعم حكومي وأيضا عمل مستمر ودؤوب مع اليونسكو وكذلك مع نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية داعمة لهذا الموضوع، إن شاء الله سوف يكون فيها إجراءات ترضى الصحفيين بل وتقدم المناخات الملائمة لهم في العمل الإعلامي. هل هناك رادع للأشخاص الذين يعتدون على الصحفيين؟ وزارة الداخلية داعمة لكل العمل الإعلامي لتوفير حرية الأجواء المناسبة لحرية الكلمة، وبالتالي لو قرنا العراق مع الكثير من الدول يمكن العراق هو أقل في قضية الاعتداءات على الإعلاميين، وأيضا من ناحية الأجواء الديمقراطية أرى أن العراق اليوم فيه أجواء ديمقراطية واسعة، وأيضا العراق ليس فيه سجين رأي عام، وهذا أيضا مهم جدا، بالتالي إن شاء الله نتوسم كل الخير للأيام القادمة. شكرا جزيلا.